كان عندك اسبري بروفيسيونال فما كتكونش الفرق ما بين مقابله هبيه ومقابله رسميه، خصوصا في اتجاه ديال البحث على الايقاع. هذه مناسبه للبحث على الايقاع باش يلقاو راسهم في البطوله. هذه محاوله لفائده نادي الصفاقسي والهدف الاول. الهدف الاول لفريق الصفاقسي، مسجل هدف اللاعب البحري نادي الصفاقسي، يعني اللي دق رغم انه كان عنده اختيار على فريق الرجاء، كان عنده اختيار اخر هو رفع الكره فوق عسكري، ولكن اختار الحل الاخر ولكن اعطى به الهدف. حتى الايقاع اللي لعب به فريق الرجاء كما قلت يعني ايقاع جد متوسط. فريق الصفاقسي هدد غير مره مرمى الرجاء، وفي هذه المحاوله البحري يسجل الهدف الاول للفريق التونسي فريق الزائر في هذه المباراه الحبيه. ورماو يعني ربما غيكون خدا الصوره حقيقيه على المجموعه اللي يمكن يواجه بها لقاءات الاياب. هناك جوج ديال اللاعبين اللي كيستعدون انضمام فريق الرجاء، اعتقد القناوي واللاعب مابيدي مكان كوكو، والقناوي مكان ياسين صالحي اللي حتى الان باقي يعني فرصه المدربين من اجل تجريب اكبر عدد ممكن من اللاعبين. اعتقد خروج ابراهيم البحري، بالفعل خروج ابراهيم البحري ودخول اللاعب فراس، لاعب رقم 15 في صفوف فريق نوسي صفاقس. هذا من اقدم العناصر ومن احسن العناصر في الفريق التونسي نادي الرجاء. هذا تنفذ هذا الحكم المساعد الاول الحميدي اللي كيف قلت من احسن الحكام على المستوى الوطني. هناك تغيير ديال الحراس والتجربه ديال الحارس الاصلي كيطلب بانه تثبت هذه العمليه لانه غتكون صعيبه على الحارس. القناوي ينفذ عند اللاعب ايسن للاعب بمعمر يسدد بقوه، تسديد هدف تعادل لفائده فريق الرجاء. وهدف غادي يخدم على الذهن ديال كريستيان لانه محتاج لهذا الهدف في هذا الوقت بالضبط، لانه غادي يربح العطف ديال الجمهور وبالتالي غادي تربحوا الرجاء في العطاء ديالو. كاين تسديده قويه والحارس رامي كيصد الكره، لكن اللاعب كريستيان في المكان المناسب يسجل هدف تعادل لفائده فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. نطلبوا من المخرج العمري ان يعطينا بالعرض البطيء الهدف المسجل لفائدة فريق الرجاء وهدف التعادل. لاحظوا كيفاش ان الحارس رد الكرة، وهذه من سمات المهاجمين، يعني كيف كنقولوا بلغة الكرة الشيطة كتبقى للمهاجم، يعني كيكون في المكان المناسب. رونونس جامي لاتاكون، دائما تابع الكرة ودائما ما كينهاجمش، وهذا هو السمات كما قلتي ديال النجاح ديال المهاجم الاوسط. كانت تسديدة قوية من لاعب شاكو وتصدي ممتاز لحد هادي. محمد هادي هو عنده 85 كيلوغرام، 26 سنه، مزاد سنه 1989 بالضبط 30 ابريل. تابعوا هدف تعادل لفائده فريق الرجاء، لاعب كريستيان كيسجل هدف بعد تسديده قويه من لاعب شاكو.